بعد جهد استخباراتي دام لأيام وبتنسيق مع طيران التحالف وطيران الجيش، استطاعت القطاعات العسكرية من التقدم نحو قريتي المنصورية ومهانة جنوب الموصل لتفرض سيطرتها عليها بشكل كامل. شفتوا عدة قرى أثناء قدومكم، هذه كلها اتطهرت بسواعد لواء 72 البطل، وحاليا الأوامر من تصدر إن شاء الله أن بالمستقبل راح نتقدم على مناطق أخرى وصولا إلى قرية الحاج علي. عملية دخول هذه القرى المحاذية لناحية القيارة والتمركز فيها لم يستغرق سوى ساعات قليلة، وتمت بإسناد مباشر من قبل قوة البشمركة التي انتشرت على طول خطي التماس لتلك القرى التي فقدها داعش. اكو مفخات، اكو غناصين، اكو عبوات، بس ما الجيش انت من جاي تداوم وتحرر بلدك ما جاي تخاف من فلان وعلان ولا جاي تخاف من الدواعش. كم محور فتوله؟ محاور ثلاثة. ثلاث محاور. ايه. كم قرية حاليا فتوها؟ هسه ثمان قرى خذينا. ثمانية واثنين هسه. هسه اثنين اخذوا وصارنا عشرة وناخذ الموصل بعد. أسلوب التفخيخ والانتحاريين كان حاضرا في عملية المواجهة مع القوات الأمنية، فضلا عن لجوء مسلحي داعش إلى استخدام الأهالي من النساء والأطفال كدروع بشرية. والله يتقدمون يجمعون العوائل ويخلوهم شلون خط الصد بيننا وبينهم، والحمد لله وشكرا. أطفال نساء، نساء يعني كبار بالعمر، احنا اللي يلتف يلتف واللي نقدر نخلصهم نخلصهم، طلعناهم خليناهم هسه هنا بسايلو العوائل والنساء وهذول كليتهم، والهجوم ان شاء الله تقدر تصورهم. وسط ذلك بدأت قيادة عمليات تحرير نينوى بفتح ثلاث ممرات آمنة للأسر المتبقية في قرى جنوب الموصل الحاج علي وسلطان عبد الله بغية إخلائهم إلى قضاء مخمور قبل اقتحامها من قبل القوات الأمنية. تقدم ملحوظ أنتجته القوات الأمنية هنا في هذه المناطق، منطقة القيارة لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن تواجد القطاعات العسكرية، وما تبقى من داعش مجرد جثث، مجرد سيارات محترقة، لكن يبدو أن العبوات الناسفة والملغمات هي من تعيق تقدم القطاعات العسكرية. من أحد مناطق الموصل في قرية مهدلة، محمد فاضل، الحرة.